أخذنا على المسرحية وعم تلعبنا وعم تبسطنا أحسن ما بنسمع صوت القصف. وحاشية عم بعمل بالمسرح إني عم برسم وعم بلعب وعم نعمل كل شيء. أمنية تصير بطلع على الحرب، يخلص الحرب بطلع على الضيعة. سيدرا أبو سمرة من الضهيرة، بس هلأ ناسحين بصور بالمدرسة لأنه صار عنا كسف وضرب، وفي جمعية عم تيجي تاخدنا على المسرح وبتلعبنا وبتخلينا نرسم ونلون. وأنا أكتر شي حبه بالمسرح أنه بطلع مثل وبلون، واتمنى يخلص الحرب. جلسة على الكاميرا وكيف نعرف نمسك الكاميرا وكيف نعرف نصورها وإنه نوضح على الصورة. واليوم كنت مبسوطة وبحب أرجع. حبيته هو الرسم لأنه لونه أشياء كتير حلوة، وبتمنى بس أكبر صير معلمة وتخلص الحرب ونرجع عبيوت. تعلمنا إنه اليوم كيف نمسك الكاميرا وكيف نصور فيها وكيف نوضح وكيف نزوم فيها، ويعني عرفنا كيف بنصور فيديو وكاميرا، يعني أول مرة يعني بصور بحياتي.